السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع قالما لنقف على الأشغال نتاع المركز الجامعي الجديد اللي راه قيد الإنشاء في مدينة قالما، واللي هو في الحقيقة مركز للإيواء داخل في إطار الجامعة الكبيرة تاع قالما. إذن نخليكم تابعوا هذا الصرح الجديد الجامعي الجديد اللي ينضاف الى القدرات نتاع الجامعيه الولايه تاع قالما. اذا ونخليكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.